عصابات الأسد بالدخول إلى هذا المنزل. هذا المنزل أحد بيوت الناشطين، قاموا بنهب محتوياته بالكامل ومن ثم إطلاق النار بشكل عشوائي من الداخل ومن الخارج. وهذه آثار القذائف، وهذه قذائف الرشاشات الـ14 المضادة للطيران. لا يبقوا على شيء، هذه آثار الخراب بداخل المنزل في مدينة اللطنة يوم الأربعاء 4/4/2012. هذا آثار الخراب، آثار الخراب في مدينة اللطنة، آثار القصف العشوائي. قاموا بنهب كل شيء كل شيء كل شيء، لم يبقوا على شيء على الإطلاق. هؤلاء العصابات المجرمة، عصابات بشار الأسد. آثار القصف على مدينة اللطامنة، هذا المنزل دمر بالكامل، سوي بالأرض، سوي بالأرض، هذا المنزل سوي بالأرض. هذا آثار القصف الذي قامت به عصابات بشار الأسد. هذا المنزل لأحد الناشطين، قاموا بإحراقه ومن ثم قصفه من الخارج. هذا أثار الدمار. نحن في مدينة اللطامنة في أحد منازل الناشطين، قاموا بإحراق هذا المنزل، طبعا نهبوه في البداية ومن ثم أحرقوه ومن ثم قصفوه عصابات بشار الأسد يوم الأربعاء 4/4/2012. هذا المنزل لأحد الناشطين، قامت عصابات الأسد بنهبه ومن ثم حرق ما تبقى حتى الجدران، طالها شر بشار الأسد حتى الجدران. هذا القصف على أحد المنازل في مدينة اللطامنة يوم الأربعاء 4/4/2012، تدمير بالكامل. نحن في أحد منازل الناشطين، يملك هذه الغرفة، قاموا بنهبها ومن ثم بخ مادة محترقة على الجدران وحرقوا الجدران حتى السقف محترق، وكتبوا عبارات وصف بها الأسد تقول الأسد أو نحرق البلد. هذه إصلاحات بشار الأسد، الأسد أو نحرق البلد، هذه إصلاحات بشار الأسد. هذه الغرفة لم يكن فيها شيء على الإطلاق. هذه عبارات التي وصف بها بشار الأسد كلابه المزعورة. نحن في أحد منازل الناشطين، قاموا بإحراق منزل هذا الناشط فنستمع إليه. هل أنت من المسلحين أو من العناصر المسلحة أو من العناصر الإرهابية أو تنتمي إلى تيار معين حتى قاموا بإحراق بيتك بهذه الصورة؟ نحن ما إننا مسلحين، بالشر مثلا بالدائق هو مشبه تقول نحن مسلحين، نحن ما نملك شيء، نحن جماعة فقراء على باب الأرض، نطلع خارج سوريا نشتغل من الدائق، وقاموا بأثار هذه المنزل. شو بتحب تقول لبشار الأسد؟ نحن نقول لبشار الأسد هاي هي إصلاحاتك يا بشار الأسد، هاي ما هي إصلاحات، الخراب من عندك عبد الله مو من عندنا. ونحن بنوجه للدول العربية، بشار الأسد عم تقمع الشعب وعم تقتل النساء وعم تقتل الأطفال وعم تقتل الأبناء كلياتنا، ونحن ما عندنا شيء، ما عندنا عالم مسلح طالب.